يوم احتجاج آخر في بريطانيا، تحديدا في العاصمة لندن، هذه المرة ضد الملتقى الدولي لصناعة الدفاع الذي ينظم هنا في خارج ملعب توكنهام غربي لندن. هؤلاء يحتجون على مشاركة كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية خاصة البريطانية والإسرائيلية في هذا المعرض، يتهمون هذه الشركات بالمشاركة المباشرة في قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة عبر توريد السلاح إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. تجمع اللافتات هنا على أنه من العيب على الحكومة البريطانية السماح لهذه الشركات بإقامة معرضها السنوي وبتصدير السلاح إلى إسرائيل. أرقام تصدير السلاح في بريطانيا إلى إسرائيل هي تتجاوز 2 مليار جنيه استرليني كل سنة. بعض هذه الشركات خاصة شركة ألبيت الإسرائيلية تمتلك 4 مصانع للسلاح في بريطانيا، تصدر الطائرات بدون طيار إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في غزة، خاصة طائرات كواد كابتر التي تطلق النار مباشرة على المدنيين الفلسطينيين، وكذلك أنظمة الدفاع الإلكترونية، أنظمة القنابر العنقودية المحرمة دوليا تصدرها هذه الشركات. لهذا ترتفع هذه الهتافات مطالبة بوقف فوري للمذبحة وبعدم المشاركة في هذه المذبحة عبر تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. عبد الله السدية، العربي، لندن.